البنات كيف كتشوفوا هنا انا في مطار المسيفه ديال اكادير، من بعد ما دوزنا الديوانه ودوزنا كل شيء دابا انا غادي للطياره اللي غادي نركب فيها، هذه القدام اللي كنتو كتشوفوا ترونزافيا. ايه والله وصلنا على خير لهولندا، الحمد لله وصلنا بخير وعلى خير. انا دابا هنا في المطار في هولندا الحمد لله على سلامتنا. بعد ما خرجت البنات دوزت كل شيء، دابا كنوريكم المطار من على برا كي داير. هذا المطار فاش هبط سخيبهول، من بين اكبر المطارات في اوروبا، كنوريكم من على برا كي داير. ايوا الحمد لله على سلامتنا، نتلاقاو في شي فيديو ان شاء الله. صباح الخير البنات، انا بغيت نصاوب لي كريب هذا الصباح هذا وانا نقول نشاركهم معكم. نتمنى تكونوا صبحتكم مزيان، يلا وتبعوا معايا المقادير اللي غادي نستعمل في هاد الكريب هادو. الصراحه كيجيو ساهلين وبنانين وناجحين 100%. المهم نحتاج هنايا 250 غرام ديال دقيق الفرص كيف كتشوفوا، نحتاج 3 ديال البيضات، نحتاج واحد نص سيترو ديال الحليب اللي هو 500 مليلتر ديال الحليب، غنستعمل هنايا جوج معالق ديال الزبده دوبتهم، ومعلقه ديال السكر كلاصي، السكر كلاصي سكر سنيده ما تديوش عليا السكر سنيده، واحد شاصيه ديال الفاني على حسب المذاق، وكلها واش كيبغي باش ينسم، يعني تقدروا ديروا غير القشره ديال الحامض ولا القشره ديال الليمون، يعني كلها باش كيبغي ينسم. انا كتعجبني في الفاني، يعني كل واحد ليه الاختيار. هنا نحتاج واحد القبيصه ديال الملحه، وبعدين نخلط هاد العناصر هادو كلهم في الميكسر هنايا، يعني في الطحانه ديال العصير، في طحانه العصير. يلا راكم معايا، نبداو على بركة الله. نبداو نديرو في القوام ديالنا هنايا اللي غادي تخلطو هاد الخلاط ديال العصير. شوفوا درت هنا 3 ديال البيضات، نزيد معاهم هاد المعلقه هادي ديال السكر، سكر سنيده، غادي نزيد معاهم الفاني، وغادي ندير واحد القبيصه ديال الملحه، غادي ندير نص ديال الدقيق هنايا، كيف كتشوفوا دابا هنا في الخلاط ضفت نص ديال الدقيق، ها هو النص الاخر بقى عندي هنايا. نزيد دابا الزبده، وغادي نزيد نص ديال الحليب، كتشوفوا درت النص ديالو، بعدين نزيد هادشي اللي بقى عندي ديال الدقيق غنخوي عليه الحليب. علاش درت هاد العمليه هادي؟ باش ميبقاش لي غير الدقيق ديال التحت يبقى يدور في الماكينه هكاك على الخوا بما يوصلوا الحليب، يعني اللهم باش يجيو متساويين، باش تخلطوا هاد العناصر هادو تخلطوا كلهم مره واحده. كيف كتشوفوا دابا هنا في النص ديال الماكينه راه باين بلي راه كاين الحليب وكاين الزبده. دابا عاد نزيد هاد الحليب اللي بقى عندي، وغادي نخلط كلشي.
هو الخليط ديالي بعد ما ضربته مزيان في الطحانه، يعني ضرب مزيان. دابا غادي نخوي في هذا البول هذا ونوجد معكم اتاي، ديك الساعه نبدا نطيب فيه. بنات في هاد الاثناء قلت لكم اللي خليت داك لي كريب ديالي كي غير واحد شويه يرتاح، حيت اصلا هو ملي كيختمرش يعني غير واحد شويه يرتاح. انا في هاد الاثناء هذا كنوجد اتاي باش ما حد اتاي كيطيب، وانا وانا كنطيب فيه. ضفت هنا اتاي، زدت عليه الماء، درت هنا واحد القياس شويه ديال الماء كيف كتشوفوا. نديرو دابا الطاي طبخ باش نحيد منه، باش هذا باش نخوي ديك الطبخه ديالو ونعاود ثاني نشللو ثاني مزيان ونردو ثاني يطيب. انا هكا كندير الاتاي ديالي بحال اتاي ديال الصحراوي، ولكن ماشي اتاي ديال الصحراوي، اتاي ديال الصحراوي نعي ولا عليه. المهم في هاد الاثناء هذا انا غادي نطيب لي كريب ديالي، وراكم معايا خصنا نجبد المقله. بنات غادي نستعمل هاد المقله هذه اللي رقيقه وما كتلصقش ديال لي كريب، هي اللي غادي نستعمل. البنات هنا من بعد ما تشحر ليا اتاي غادي نخوي الطبخه هذه ديالتو. دابا غادي نشللو، دابا صافي غادي نعمر البرا ديالي وغادي نخليه يطيب. من بعد ما شللت جوج ديال التشليلات، التشليله الاولى اللي طابقه والتشليله الثانيه، دابا انا نعمرو دابا بالماء. انا صراحه ما كنديرش الماء سخون، ندير الماء بارد، كيعجبني يطيب على خاطرو يعني كنكون ناقصه عليه العافيه كنديرو كيطيب على خاطرو. المهم البرا ديالي دابا غنحطو فوق البوطه، كيف كتشوفوا البوطه ناقصه دايره فوق البوطه الصغيره هنايا وناقصه، هو تيطيب على خاطرو. فهاد الاثناء هذا انا درت المقله كتسخن هنايا كيف كتشوفوا باش نبدا نطيب دابا فيها. غادي نسحب واحد معلقه واحد شويه ديال الزبده غادي ندوزها على المقله باش ديك الساعه نقدر نبدا نطيب فيها تجيني سهله. ايوا هاد الطبخه هذه اللي بقات عندي هنايا غادي نخويها. ايوا اتاي ديالي وجد، من بعد غادي نديرو بالشيبه. انا بديت كنوجد في الكريب ديالي، انا خويتها دابا في المقله دورتها مزيان حيت ما عنديش الصراحه ديك العصيه اللي كيبداو كتخوي واحد المعلقه وكتبدا كتدوري بواحد العصيه، ما عنديش ديك العصيه، تنقلب عليها تلقاها وناخذ هذيك تتسهل باش كتخلي لك البانكيك كيجي مقاد ومستوي. الخليط ديالو ندير هاد المغرفات الصغار، هي من بعد ما تحمرات ليا البنات قلبتها باش تحمر ليا حتى من الجهه الاخرى اللورانيه. كتشوف كنستوي غير بحال هكا، كنخوي ديك المعلقه وكنبدا كندير لها بحال هكا. هاي ديك الاخرى اللي وجدت معكم رانا قلبتها دابا، كيف كيبان لكم فاش يكونوا فيه هاد الفقاعات هادو راه كيجي ناجح 100%. شتو ها نتوما هاد الاولاني اللي صاوبت هي، انا غنبقى مستمره على هاد العمليه هادي تنكمل كلشي اللي عندي، تنكمل هاد الخليط هذا كله اللي عندي. البنات هذا هو الكريب اللي صاوبت معكم قبيله، كيف كتشوفوا هذه هي النتيجه النهائيه ديالتو. نوريكم حتى كي كيجي
الجاي. انا ما عمرتوش، كل اللي بغى يعمر بشي حاجه يعمر. باش انت الكاميرا بيد وحده وكان فتح بيد وحده. المهم ها انتما هكذا كيجي، شفتها كيجي زوين ناجح 100%. حطيته هنايا كيف كتشوفوا، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. هذا هو الفطير اللي وجدت اليوم كيف كتشوفوا، قطعت الدسير هنا، بيض، زيتون مغربي، وها اتاي اللي وجدت معكم قويله. ايوا بصحتكم وراحتكم. دابا كيف قلت لكم هذا هو الشكل النهائي ديال لي كريب ديالي، نتمنى يعجبكم ونتمنى تجربوه وتقبلوا عليا على الطابله المتواضعه اللي وجدت معكم اليوم هذا الصباح هذا. نتمنى تعجبكم ويعجبكم اتاي اللي صاوبت. وبالنسبه لي كريب الواحد اللي بغى يعمرهم يكونوا مالحين، يعني بغى يدير فيهم عماره تكون مالحه بحال الطون والبصله او المهم العماره تكون مالحه، ايوا السكر ديروا هذا، ديروا الملحه. ونتمنى يعجبوكم الصراحه كيف قلت لكم راه كيجيو ناجحين 100%. غير تبعوا المقادير اللي حطيت لكم وما عاديش تبخلوا، ونتمنى تقبلوا عليا وما تنسونيش بلي لايك وما تنسونيش بكومونتير باش نعرف راكم تفرجتوا في الفيديو عجبكم.